سؤال. احنا بنشكرك على فكرة الخدمة في اسكندرية وانها فيها 4 قطاعات، و4 قطاعات دول بيشتغلوا ويا بعض. طبعا اسكندرية زي ما انتوا عارفين اتسعت وما بقتش اسكندرية بتاعت ماري مرقص، مش كده؟ برضو ماري مرقص لما جه اسكندرية من 2000 سنة ما كانتش زي النهاردة، ما كانش فيها الأشياء ولا الأحياء ولا العمارات ولا المواصلات ولا الترام ولا العدد. فاسكندرية من أجل الرعاية بدأنا فيها وجود مناطق رعوية بنسميها منطقة رعوية، والمنطقة الرعوية دي فيها عدد كبير من الآباء الكهنة وفي أب أسقف وياه. ابتدينا بنيافة أنبا بافلي ونيافة أنبا إلاريون ونيافة أنبا مينا وأبونا برام الوكيل، و4 قطاعات الخدمة فيهم متناسقة. ويكفي أن اجتماعنا ده إحنا كلنا مشاركين فيه وموجودين، ونفس ولادنا وبناتنا اللي هنكرمهم النهاردة من كل أنحاء اسكندرية. ففي تناغم وفي تركيز في الخدمة وفي رعاية، ونشكر ربنا على كده. وعمل حلو خالص، وعمل بيهدف إلى أصول التربية وأصول الرعاية، ودي حاجة تهالي مفرحاكم كلكم، مش كده برضو؟ كلكم فرحانين بوجود الأباء الأسقفة زي القاهرة. القاهرة فيها 12 أب أسقف عام برضو بيخدموا القطاع. طبعا القاهرة أكبر من اسكندرية في المساحة وفي التعداد.